هاي من كيتشينت. اليوم رح نعمل بولي او كاري. نحن بحاجة لدجاج، كاري، ملح، بصل، كريم فريش، شامبينيون فري، جوز ومشمش. اول شي رح نقطع الدجاج لكوبات ونفرم بصلة ناعمة. بنحط الزيت، بنحط البصل، رح نزيد الدجاج على البصل مع رشة ملح كمان. بهذا الوقت بنرجع ناخد الشامبينيون، بنزيد نص الكمية تبع الشامبينيون مع الدجاج. هلأ بنزيد الكاري، ناخد المشمش ومنقصهم لأربعة، ناخد الجوز نزيدهم على الدجاج، بنزيد شوية كريم بس، بنزيد الباقي من الكريم، بنتركه لمدة 4 دقايق. وهيك بنكون حضرنا البولي أو كاري، وألف صحتين.